كاين شي افاده، ولا نمشيو ثلاثه ديال الاسماء في ختام الحلقه باش تخاطبيهم؟ لك الخيار سيد القاضي، السلطه التقديريه لك. السلطه التقديريه نستغلوا زوينه، حسيت براسي السلطه التقديريه واعره. غادي نبداو بالاسم الاول، نبيله بن كيران. زوجة السعودي إلى بن كيران، تحدثي إليها، تكلمي معها مباشرة. أقول لها وراء كل رجل عظيم امرأة، فهنيئا لك. أقول لها هذا الاسم الأول، غادي نديرو ديك أ واحد ألف واحد. عبد الإله بن كيران. عبد الإله بن كيران شنو نوصفو؟ شنو وصفيه أو تكلمي معاه؟ لك لا، عبد الإله بن كيران واستفيضي كاع إلا بغيتي. ما تجبديش الكرافطة ديالك. لا ما غنجبدش، أنا كنشوف عبد الإله بن كيران كنشوف أنه طفل بكل ما تحمله الطفولة من معاني الجمال والعفوية والبراءة، وينطق بذاته. ما عندي ما نقول، هادشي اللي نقول. السلام. الاسم الثالث بسيمة حقاوي. بسيمة حقاوي هي انا احترمها ولا اعزها، كنعرفها قبل ما تكون وزيره وقبل ما نكون انا في الاتحاد السوري، يعني عندنا علاقه خاصه. الان في منصبها اعتبرها بسمه الحكومه اليتيمه، وكنقول اليتيمه لانها وحيده في الحكومه، ولان ولو كانت شي وحده اخرى معها هي عندها واحد الميزه ديالها خاصه، يعني لا ثاني لها، عندها واحد بوحدها كتعاود، عندها واحد الخاصيه ديالها بوحدها. دونك فوالا. غنزيدك اسم رابع استثناء مادام ذكرنا بن كيران، حميد شاباط. حميد شنبط هو لا يحتاج إلى وصف، لأنه من الشفافية ومن الوضوح أنه كل المغاربة متفاهمين على كينونته هو، ما نقول له والو. هو شنبط. شنبط. بما له وبما عليه. إفادة قبل ما نغلقوا المحضر. نعم. لك واسع النظر قبل ما نغلقوا المحضر ونخليوا الحكم للمستمع، عندك ما تقولي لالا بشرى؟ لا، انا اللي كنقول هو انه كنقولها يعني واحس ما اقول من القلب، خصنا نعيدوا الاعتبار للمواطنه ولي يعني لمفهوم الوطنيه ولمفهوم الوطن، وهو المنطلق، اكيد هو المنطلق، هو والوطن هو المآل وهو الملاذ وهو المستقر. نغلقوا المحضر والحكم للمستمع طبعا. والمحمد ابيته هو عبد الاله بن كيران، ولكن 189 فصل في الدوس. مزيان مزيان، شفتي سهله انت لقيتيها بلا ما نقول. اذا غلقنا المحضر، صافي غلقنا المحضر. شكرا لك بشرى. غنمشي دابا نمشي لداري، ممكن ما نبقاش هنا. لا تنشوف، المهم هذاك الشيء باقي مداواه للمداواه، الشيء باقي في المداواه. الحكم غادي يكون عند المستمع، الحمد لله احنا القضاء العادل. شكرا مختار الغزالي. شكرا لك، كنشكرك على البرنامج ديالك، كنشكرك على هذا الروح الاستفزازيه اللي هي اللي كتدفع، يعني ما احوجنا اليكما سي الغزيوي، كنتبع الكتابات ديالك، ويعني نحن محتاجين فعلا لصحافه مستفزه، لان حيث يكون الاستفزاز لا يكون ركود، احنا سئمنا من الركود من الجمود، نحن نحتاج الى حركه، والحركه متمثله فيكما وفي امثالكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا، ولكن هادشي ما غيأثرش في الطبيعه في الحكم. شكرا.